جمال الريكا في جنوب كردفان، هذا الجمال الموثق عبر صباح الشرق. تحية للناس اللي بتتابعنا وتحية للإخوة في الكنترول على الاختيار، وحنتواصل معكم أكيد. كردفان الأستاذ عادل سنادة، المستشار الإعلامي لوالي ولاية جنوب كردفان. صباح الخير. مرحبا بكم مجددا، مرحبا بشروق في ثوبها الجديد شمس السودان التي لا تقيم. شمس الدولة السودانية التي لا تقيم. وسعداء نحن أن نكون هذا الصباح معكم في إطلالة حول جنوب كردفان إن شاء الله. نعم. تحية لكل المتابعين وتحية لإنسان جنوب كردفان ومساعي هذه الفترة في السلام المجتمعي والتعايش لكل إنسان. إبراهيم منذ أن تولى زمام أمر الولاية عكف على مراجعات لكثير من القضايا التي تهم الولاية، كان أبرز أنه هو بمجرد ما استلم لقى أنه في مجموعة بتاعت مشاكل خاصة بالمسارات وغيرها، هي قضايا مترحلة. أدار حوار كثيف ذلك في والأخ الفريق أول شمس الدين الكباري، مجموعة من الوزراء، كلف الأخ الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، كلف الأخ وزير الشؤون الدينية والأوقاف ليكون حاضرا مفرح، مجموعة من الوزراء وفعاليات جنوب كردفان كانت حضورا لهذا المشهد الكبير. المشهد حيث الابتداء بدأ بحوارات داخلية في محلية كادوغ الكبرى، حيث الإشكاليات القائمة في الأمر الأخيرة انضم له مع الإدارة التنفيذية للإدارة الأهلية في السودان. نعم. سافرت إلى ولاية جنوب كردفان، قضت 3 أيام الآن في جنوب كردفان وتعزيز فرص السلام. أبرز سمات هذه الوثيقة إنها تعزز من فرص التعايش السلمي بين المكونات بتاعت الولاية. الجزئية الثانية عالجت قضايا أساسية كانت هي محل الإشكاليات، اللي هي مسألة المسارات. دائما بيكون في إشكاليات ما بين الراعي والمزارع بالذات في فترة الخريف. ناقشت هذه القضية وقتلتها بحثا، وضعت حلول لها. القضية الأخرى هي مسألة فرض هيبة الدولة. فرض هيبة الدولة بيأتي في أنه مرات النزاع بتدخل فيه بعض الإشكاليات من بعض الجهات. الآن كادوغلي الكوب تحدثت أيضا معروفة أسباب النزاعات دي. أي نعم معروفة هي كذلك، متفلتين إشكاليات مرات ما متفلتين أو مسألة مسارات كمان. مسارات برضه في فترة الخريف لأنه الراعي بيسحب ب المواشي بتاعته جنوبا، بعد ذاك بيعود في فصل الشيف اللي يسموها رحله الشتاء والصيف. صحيح. بعد ذاك بيعود برضه الاشكالات المسارات دي مرات بيكون فيها زراعه صراحه، وبالتالي الان النقاش حولها. لعلكم تذكرون منطقه الورل حصلت فيها اشكاليه مشهوره اللي هي كانت المفروض تعبر جنوبا، حصلت اشكاليه. هذه الاشكاليه الان الوالي بصدد معالجتها من سالب الى موجب، حيعمل مؤتمر كبير سماه مؤتمر الورل لمعالجة إفرازات الصراع الموجود في المنطقة. الوالي برضو بصدد أنه برضو يعمل جسم خاص بمعالجة النزاعات ومسألة التنبؤ له. هذه هي برضو واحدة من فلسفة الوالي لمعالجة الإشكاليات التي تنشأ بين الفينة والأخرى. القضايا برضو هناك برضو قضايا متعلقة بمسألة غير المسارات، متعلقة برضو بمسألة التعليم. الآن الوالي واضع خطة طموحة جدا بعد التشاور مع كثير جدا من المختصين في هذا الجانب، على أساس أنه يعمل شغل خاص بمعالجة قضايا الصحة، معالجة قضايا التعليم، ودي واحدة من ضمن القضايا. نعم، قضايا التعليم تحديدا. نعم. يعني في الفقرة السابقة كان معنا مصور الفوتوغراف المحترف محسن أحمد ضيف الله. نعم. وكنا نتابع في واحدة من اللقطات الجمالية الكثيرة جدا، واحدة من هذه اللقطات كانت لقطة جميلة من حيث التكوين، الصورة
وكمصور محترفة، لكنها مؤلمة بما تحويه. نعم. في مدرسة في واحدة من المناطق في جنوب كردفان، عبارة عن شجرة وسبورة موضوعة، طلاب على الأرض، أن هذه المنطقة فيها واحد من أكبر مناجم الذهب يعني. نعم. والتعدين. بس لهذا، وأنت الآن تتحدث عن قضية التعليم، وأنك أن الولاية، حكومة الولاية والسيد الوالي هو بسبب المعالجات، يجب الالتفات لمثل هذه المشاهد في السودان ما بعد الثورة. لا نريد أن نرى مشهد كهذا في السودان، هو غير مقبول تماما، ولا نريد أن نرى هكذا مشهد. بالتأكيد والطبع يعني مشاكل زي ما قلت مترحلة، فيها إشكاليات كبيرة. نعم. كل السودان. نعم. هو مجموعة من الإشكاليات بالذات في مجال التجهيز وكذا، لكن الخطة الآن ماشية في اتجاه إنه المعالجات بتاعت الولاية تمشي في مجال الصحة والتعليم، قضايا الأساسية اللي بتهم الإنسان الولاية. نعم. في هذا الجانب زي ما قلت لك في خطة طموحة الآن ماشية في إطار المسألة بتاعت تأسيس عدد من المدارس، معالجة صيانات بعد المدارس. مسألة التجهيز هي كذلك واحدة من هموم، مسألة المعلم واحدة من هموم السيد الوالي، تحدث معنا فيها أكثر من مرة في إنه هو الآن قضيته الرئيسية نزع فتيل الأزمات، ثم مسألة التعليم ومسألة الصحة تعتبر أولوية في برنامجه في المرحلة المقبلة. بالتأكيد. إحنا نذهب مباشرة إلى مكونات الولاية السكانية ونتعرف على أكثر من خلال هذا الحديث الصباحي. نعم، الولاية تسخر بمجموعة من التنوع الإثني والقبلي. الأبرز المكونات هي اللي هي مجموعة شعب النوبة وعلى امتداد الولاية شرقها وغربها، كذلك مجموعة الحوازمة والرواوقة، مجموعة الفلاتة، ومجموعة إثنيات أخرى كثيرة. في شرق الولاية يوجد بني حميد، مجموعات سكانية منصهرة منذ أكثر من 300 سنة، أكثر من 3 قرون. هذه المكونات السكانية تعيش في السلام وبينها المصاهرة والتزاوج، يعني لدرجة أنه في يقول لك عرب أولاد نوبة. وبالتالي طيلة العقود الماضية لا يوجد بين هذه الإثنيات إشكاليات بشكل بارز، لكن صراحة الدوافع السياسية مرات بعض النخب عندها بعض المشاكل تحاول يعني الإشكالية اللي الأبرز تحدثوا عنها الناس البارح بشكل واضح وصريح إنه الإشكاليات قاعدة تجوا من الخرطوم. يعني الكلام ده كان بشكل مباشر من مكونات الولاية اللي تحدثت بشكل مباشر البارحة في هذا المؤتمر، تحدثت عن إنه الإشكاليات دي مرحلة بتجينا من الخرطوم، هي ليست إشكاليات على أرض الواقع. وبالتالي على السياسيين أن يكفوا من مسألة تأجيج الصراعات في المناطق اللي أصلا ملتهبة فيها إشكاليات، سواء كان في جنوب كردفان أو في النيل الأزرق أو في دارفور أو الآن بدأت برضو في البحر الأحمر. على السياسيين يعني يكفوا من تأجيج مثل هذه الصراعات، لأنها نعم. بصراحة في أرواح بريئة بتروح، وكذلك نحن السودانيين بنفقد أرواح عزيزة بالنسبة لنا صراحة، حتى ما مقولة على مستوى الشرع يعني. وقف الحرب واحدة من الهموم الكبيرة جدا، إذا ما تحقق أو لم يتحقق هذا الموضوع وكان هناك استقرار لن نمضي جيدا في ملف السلام بصورة عامة في السودان. السلام أولويات المرحلة الانتقالية الآن، والكل يتحدث في ذلك، النازحين وضرورة وقف الحرب. كل تأكيد لحكومتكم في الولاية رؤية وكيفية التفاعل مع هذا الموضوع تحديدا. نعم، هو الآن طبعا يوجد منبر جوبا للمفاوضات، كما تتابعون الآن الوفد الحكومي سافر هناك لمسألة الترتيبات الأمنية. حركة الشعبية شمال هي الأخرى الآن أبدت استعدادها للدخول في جولة المفاوضات. وتيرة السلام تمضي، لكن على المستوى الشخصي بشعر بأنه لسه المسألة دي بتحتاج إلى قوة دفع إضافية حتى تبلغ تماما. يعني من الجانب الآخر ينهي معاناة النازحين من هناك. في تواصل الآن ما بين المدنيين عبر مسارات عدة منذ فترة ليست بالقصيرة، الناس الآن على تواصل في الطرفين، يوجد تواصل ما بينهم، لكن يعزز هذا التواصل أن الناس يمضوا على اتفاق ينهي معاناة هؤلاء الإخوة في المناطق. أنت كيف ذكرت مسألة الذهب، الذهب في جنوب كردفان تحول إلى نغمة، يعني صراحة يمكن كل فترة تانية نحن قاعدين
نتابع من خلال وسائط الإعلامية والصحفية في أنه يحصل أحداث فيها إشكاليات خاصة بالذهب. نعم. بالتالي معالجة الإفرازات الخاصة بمسألة الذهب هي أيضا يعني بالنسبة لجنوب كردفان تسخر بطبيعة خلابة جدا، منطقة استثمارية جنوب كردفان جميعا وكدقلي بالتحديد اللي نحن بصدد النقاش حولها الآن هي من أجمل المناطق صحيح. على مستوى السودان. أنا أذكر تماما أنا أذكر واحدة من الرحلات سافر معنا السفير الكيني إلى جنوب كردفان، أنا لاحظت له 3 سنوات كل مرة بيمشي، قمت سألته قلت له يا أخي أنت كثير السفر إلى جنوب كردفان، قال لي أنا لما أشعر بأنه أمشي جنوب كردفان بشعر بأنه أنا في نيروبي. نحن قال لي هناك الأوروبيين بيسمونا أوروبا الصغيرة كينيا، فلذلك قال لي أنا قاعد أشعر في كدوغلي أنا في كينيا، يعني لأنها منطقة جميلة وخلابة ومن أجمل المناطق على مستوى السودان. أنا زرت مجموعة من المدن داخل السودان لكن صراحة لم أجد أجمل من كدوغلي، هذه محاطة بالجبال بعدين فيها يعني هاي بوتنشيال. يعني بالمناسبة جنوب كردفان دي أغنى المناطق على مستوى الزراعة على مستوى الثروة الحيوانية على مستوى الذهب، يعني بالمناسبة من أغنى مناطق السودان. احنا بنتمنى الاستثمار الصحيح يعني حل مشاكل يعني إنسان جنوب كردفان، و يعني ثرواتنا دي ما نعتبرها نغمة، هي دي نعمة من رب العالمين، نحن كيف نقدر نستثمرها؟ دي مرحلة قادمة المفروض انه الوالي وكل المعاونين يقوموا عليها في ترفيع مستوى الدخل مواطن جنوب كردفان من خلال التعليم والصحة والتفاصيل اللي بيعيش الانسان البسيط. ملف السلام واحد من الملفات المهمة، واحنا قاعدين تكلمنا عن انه السلام يبدا من الجنوب الى الشمال ويستمر الى الشمال بالتاكيد، لكن خلينا نجيب في رؤى مستقبلية للمرحلة المقبلة لجنوب كردفان من خلال ملف السلام أيضا. نعم، السيد والي ولاية جنوب كردفان الأخ الدكتور حامد البشير إبراهيم يضع نصب عينيه، هو رجل ذاته بالمناسبة الدكتور حامد عمل في كثير جدا من الدول الأفريقية كانت فيها نزاعات مشابهة، وهو الآن لديه رؤية واضحة في أنه لابد من نزع فتيل مسألة الحرب، وطبعا هو صحيح الملف مركزي من خلال المفاوضات الجارية لكنه على مستوى الأرض حيقوم يتعامل بشكل أنه يبسط مسألة هيبة الدولة، يمشي في اتجاه أنه كل المكونات الإثنية في الولاية يكون على مسافة واحدة منها، ذكر البارح في خطاب الرئيسي أنه حيكون على مسافة واحدة من كل المكونات الموجودة في الولاية، سوف يكون متاح للناس في حوارات مفتوحة، حيعمل برلمان شعبي لمقابلة الناس للاستماع إلى قضاياهم، وده بالمناسبة الطريقة الأمثل لإدارة ولاية مثل ولاية جنوب كردفان، أنك أنت تكون منفتح على الناس تتواصل معاهم وتكون متاح لهم، وهو ده الآن شعار الولاية الوالي للمرحلة المقبلة. مسألة السلام لو تحققت جنوب كردفان ممكن أن ترفض الخزينة القومية بما عجزت عنه الآن في الإشكاليات الموجودة الآن في البلد. جنوب كردفان يعني ثرية جدا من الولايات، وبالتالي تحقيق السلام في الولاية يستطيع أنه يستفيد منه مش أهل جنوب كردفان، كذلك السودان كل شيء. كل السودان يعني، ونتمنى كل السودان جنوب كردفان طبعا.